أطفال يعملون في مهن مختلفة، منظر بات مألوفاً في الكثير من الشوارع والأماكن الأردنية. يحملون أثقالاً لا طاقة لهم بها، والأثقل أنهم يحملون مسؤولية تأمين العيش لأسرهم. المدرسة باتت خلف ظهورهم، يبذلون الكثير من الجهد ويحصلون في المقابل على القليل. الأمر أصبح مقلقاً كما يرى المعنيون، والمشكلة آخذة بالتمدد، وذلك بالتوازي مع انتشار البطالة وصعوبة تأمين تكاليف المعيشة. آخر مسح تم على المستوى الوطني كان بال 2016، هو الوحيد اللي موجود هلأ في بيانات بنقدر نستفيد منها. كان ما يقارب 70,000 طفل عامل موجودين على مستوى المملكة. طبعاً هي نسبة مش عالية، ولكن إحنا دائماً تخوفنا من ازدياد هذه الأعداد على وخاصة بعد كوفيد-19. وكما يبدو الفقر هو المحرك الرئيس لعمل الأطفال، وهو الذي يلقي بهم إلى معترك الحياة بمصاعبها منذ نعومة أظفارهم. هناك تقديرات ليس أرقام فعلية أو علمية أن عملت الأطفال بازدياد، لأن هناك علاقة مع الفقر. الفقر ارتفع بين العائلات في المنطقة كافة، 80% من العائلات في المنطقة اليوم تعيش بالفقر. وفي ظل انتشار فيروس كورونا لجأ الأردن كباقي دول العالم إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لانتشار الفيروس، وكانت الدراسة عن بعد واحدة من تلك الإجراءات، وهو ما أوجد حالة فراغ كبيرة لدى الأطفال الطلاب، وتزامن أيضاً مع ترك كثير من أرباب الأسر أعمالهم، فأصبحت البيئة جاذبة أكثر لعمل الأطفال. زيارات وزارة العمل أكيد في مؤشرات بتدلنا على أنه في جزئياً ازدياد في عدد الأطفال العاملين، وخاصة أنه يعني اللي أثر في ذلك التعليم عن بعد في بداية الجائحة. هناك طبعاً دراسات قامت بها اليونيسف تشير إلى أن هناك أثر نفسي وخيم على موضوع عدم ذهاب الطالب أو الطالبة إلى المدرسة والوضع النفسي للطفل، هذا من جانب. من جانب آخر طبعاً هناك مشاكل اقتصادية متفاقمة، العديد من الناس فقدت مصدر الدخل. محمد طفل أردني يبلغ من العمر 10 سنوات، أنقذته يد العون من براثن العمل في جمع الخردوات. يأتي برفقة والدته إلى جمعية رواد الخير التي أخذت على عاتقها بالشراكة مع منظمة اليونيسف رعايته وتقديم الدعم النفسي له. عاد محمد إلى المدرسة بعد تجربة مريرة وصعبة. اشتغل بالخردة والتاني اشتغل بالخضرة، فحالياً هسه بطلوا يشتغلوا، رجعنا لجمعية رواد الخير واليونيسفي وقفت معانا، والحمد لله كان وضعنا كتير صعب وهسه رجعوا للمدرسة. رواد الخير بال 2019 ابتدأت مشروع مع التعاون مع اليونيسف كشريك محلي بتنفيذ برنامج بالحد من عمالة الأطفال. الهدف من هذا البرنامج هو استقطاب فئة الأطفال العاملين بأماكن عملهم بأسوأ أنواع العمالة، وإلحاقهم بتدريبات أو تعليم لا منهجي بهدف تنمية مهاراتهم الشخصية النفسية، حمايتهم وإعادتهم للتعليم. يتعدى عمل الأطفال من الأردنيين إلى أقرانهم من أطفال اللاجئين السوريين، حيث يتشاركون ظروف الفقر والحاجة، ظروف تدفعهم إلى ترك مقاعد الدراسة والبحث عن عمل يساعد أسرهم على تلبية متطلبات الحياة. عبد الله طفل سوري لاجئ ترك المدرسة بسبب ظروف الحياة الصعبة اقتصاديا، يعمل في مقهى، يقوم بتحضير الشيشة وترتيب طاولات المقهى استعدادا لاستقبال الزبائن، ظرف دفعته إليه الحاجة. أنا لازم هسا أكون بالمدرسة، يكون هسا عندي دوام وحصص، بس أنا مضطر أني أشتغل عشان أساعد أهلي وأعينهم. يعني زي هيك هسا في أطفال زي بيكونوا بدرسوا وبكون عندهم حصص، يعني أنا الحمد لله إني قاعد بشتغل عشان أساعد أهلي وأعينهم، ما لهم مش غيري. يقر المسؤولون والمعنيون بخطورة مسألة عمل الأطفال، لكنهم يؤكدون أن الجهات المختصة تقوم بجولات تفتيشية على مختلف المنشآت للتأكد من احترامها للقانون، فالقانون يمنع عمل الأطفال تحت سن 16 عاماً،
ويسمح بشروط فوق هذا العمر. مادة 73 طبعا تحت 16 سنة لا يمكن السماح للطفل بالعمل بغض النظر عن بأي حالة أو بأي صورة من الصور. بين 16 وال 18 حسب المادة 74 75 و76 انوضعت لي شروط لتشغيل هذا الطفل. طبعا أول شرط أنه ما يكون في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة في الصحة. تفيد الأرقام الرسمية الأردنية بأن عدد الأطفال العاملين تضاعف بين عامي 2007 و2016 حيث أجري في هذين العامين مسحان رسميان لمعرفة عدد الأطفال العاملين، وتبين أن قضية اللجوء السوري كان لها نصيب في زيادة عدد الأطفال العاملين. أحد أسباب انتشار الظاهرة اللي هو وجود اللجوء السوري، وخاصة نقدر نقرأ هاي الأرقام من المسوحات اللي حدثت عندنا بآخر فترتين 2007-2016. منذ بدء أزمة اللاجئين السوريين واستضافة الأردن لعدد هائل من اللاجئين، طبعاً هذه الظاهرة باتت أكثر مرئية. يعني الآن أنت تتنقل في الشوارع في أي مدينة أردنية وتكون شاهد عيان على ظاهرة عمالة الأطفال. يعتبر الأردن من أولى الدول التي صادقت على معاهدات منع عمل الأطفال والحد منه، كما تم تعديل التشريعات الأردنية لتتوافق مع التعهدات الدولية، ورفعت الجهات المختصة شعار ما بدي أشتغل بدي أتعلم لتوعية العائلات بأهمية الدراسة وخطورة العمل على الأطفال. جاء التشريع الأردني والقوانين الأردنية منسجمة انسجام تام مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اللي صادق عليها الأردن، فبالتالي منشوف الاتفاقية 138 حددت لي أو تحدثت عن الحد الأدنى لسن العمل. الاتفاقية 182 عم تحكي لي عن عمل الأطفال في القطاعات الخطرة وحمايتهم من أسوأ أشكال عمل الأطفال. بالشراكة مع الحكومة الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني منقوم بتقديم خدمات الاستجابة والوقاية لظاهرة عمل الأطفال. فعنا العديد من الأنشطة اللي بتندرج تحت الاستجابة، مثل إدارة الحالة المتخصصة، تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال العاملين، المهارات الحياتية، فرص التعليم والتدريب، بالإضافة إلى الدعم اللي منقدمه كمان لأسر الأطفال العاملين. هو الذي يجعل من التحدي ومن مكان الأطفال هو المدرسة وليس سوق العمل، لكن قسوة الحياة تجبر بعضهم على العمل لإعاشة عائلاتهم. وهنا كما يرى المعنيون تظهر أهمية برامج الدعم للعائلات البسيطة لتمكينها من الوقوف في وجه الفقر الذي يعتبر العامل الأهم والأبرز في دفع الأطفال نحو سوق العمل. نايف مشاقبة، سكانيوز عربية، عمان.